FM. الكلمة ليك. ناخذ معنا عبر الهاتف العميد المهندس أسامة الخليجي رئيس مجلس عماد المهندسين. مرحبا بك سي عماد. سي أسامة. وبيك يا عيش. شكرا شكرا على الاستضافة والتحية من خلالكم إلى كل مستمعي كطفان. بارك الله فيك سي أسامة. كنت تحكينا شوية على الإيفينمون ده. هو بالفعل كما قدمت غدا معناه سننظم طبعا. مش وقفة احتجاجية، مش يوم غضب ولا حاجة ولا. لا لا، هي بالعكس هي احتفال. احتفال. لأنه احتفال بذكرى أحداث عمادة المهندسين الذكرى 34. وفي العادة هي قبل كانت عمادة المهندسين تحتفل سنويا بهذه الذكرى قبل 2011، ولكن كانت الاحتفال في نطاقات ضيقة يتم فيها تكريم بعض قدماء المهندسين اللي قدموا خدمات للمهنة وللوطن. المرة هذه معناها احنا استأنفنا بعد انقطاع دام 5 سنوات، استأنفنا تنظيم هذا اليوم، ولكن في إطار نظرة أخرى حبينا نعمل يعني تحشيد وتعبئة للمهندسين في من كل أنحاء البلاد. ومن خلال التعبئة هذه نقوم بالاحتفالية متاعنا ونكرموا كالعادة بعض المهندسين، ولكن كذلك باش نجعلوها فرصة ومناسبة للوقوف على وضع المهندسين والهندسة في بلادي. دونك نهار السبت هذايا نهار 22 اكتوبر غدوه، دونك ما وقتش جوست للمهندسين هذايا. هي هو يوم المهندس، بالتالي باش تكون معناها للمهندسين، ولكن بالطبيعه باش يكون عندنا ضيوف اخرين معناها باش يشرفونا ممثلي الاحزاب والمنظمات الوطنيه وعدد من نواب الشعب، ومعناها واحنا استدعينا زاد كثير من العدد من الوزراء المهندسين والوزراء المشرفين على وزارات تشغل معناها عدد كبير من المهندسين. هذا من كل معناها مرحبا بهم، وان شاء الله يشرفونا بحضورهم يوم الغد ان شاء الله يا ربي. دونك نفكروا غدوه التظاهره نهار 22 اكتوبر بقصر المؤتمرات. مشكور جدا سي اسامه الخريجي العميد المهندس رئيس مجلس عماده المهندسين، مشكور جدا. الكلمة ليك.